معاكم يمكن لتقرير خلينا نقول انه لذيذ جدا وفي معلومات الحقيقه يمكن بعضنا ما يعرفش عنها حاجه. هنروح لكنز من كنوز صحراء النوبه بيعود تاريخه لالاف السنوات وتم اكتشافه على يد الفراعنه وبعدها الرومان وبيبعد باكثر من 800 كيلو متر عن جنوب شرق القاهره. ده هو منجم السكري. منجم السكري ده يا جماعه بينتج فيه يوميا 80 كيلو ذهب وبيتم تصدير اسبوعيا ما يقرب من 300 ل 400 كيلو من الذهب الخام، بيروح للمعامل الكنديه عشان يتم تنقيته ويتم ايضا مره اخرى استخدامه في المزايدات او لدعم الاحتياطي. بنتكلم انه من سنه 2010 لغايه دلوقتي تم انتاج 38 طن ذهب. متخيله يعني ايه طن ذهب يا نهاوند؟ خلونا نعرف تفاصيل اكتر ونشوف بقى بالصوت والصوره وحكايه منجم السكري في التقرير الثاني. على بعد اكثر من 800 كيلومترات جنوب شرقي القاهره يقع هذا الكنز المدفون في قلب صحراء النوبه والذي يعود تاريخه الى الاف السنوات، حيث اكتشفه الفراعنه والرومان باحثين عن ذلك المعدن النفيس الذي صنعوا منه حضارتهم وتاريخهم. إنه منجم السكري. التكلفة الاستثمارية بتاعته 1.1 دولار، باع ذهب بحوالي 3.1 مليار دولار. 4.2 مليار دولار دول دخلوا في الناتج القومي بتاع مصر، اتحولوا من بره، دخلوا في الحساب البنكي لشركة السكري اللي هي الشركة المساهمة المصرية. 80% من الفلوس دي اتصرفت في السوق المحلي. انا مراحل الانتاج عندي او مراحل البرودكشن اللي عندي بتبتدي من اول الجري كنترول. الجري كنترول او الحفر تاكيد التركيز بتبقى اول مرحله في مراحل الانتاج. انا الاستكشاف اداني معلومات كفايه بنسبه تاكيد معينه، تمام؟ انا بتكلم انها بنسبه 75%، من 50 ل 75%. دي نسبه كويسه جدا ان انا اعمل دراسه جدوى، ولكن كمرحله انتاج محتاج نسبه اعلى من كده. يعود الآن منجم السكري ليتصدر المشهد الاقتصادي بما يمثله من قيمة وأهمية كبرى كثروة معدنية هائلة بالعمل الجاد والإنتاج المستمر للسبائك الذهبية الذي تمثل مصدراً رئيسي لإنعاش المناخ الاقتصادي في مصر. التعدين هو أمل مصر. التعدين لو أحسن استغلاله وجت شركات أجنبية كبيرة وتشجعت إنها تيجي مصر، التعدين ممكن يدخل لمصر أكتر من البترول وقناة السويس والسياحة كمان. رماد أسود اللون يخرج بفضل عمل شاق ومجهود كبير لسواعد المصريين ذهبا صافيا من قلب هذا الكنز المدفون في قلب صحراء مصر الشرقية. من منجم السكري للذهب جنوب شرقي مصر، مينا مكرم، اون لايف. نشكرك زميلنا مينا مكرم. وكنا بس عايزه نص طن يا جماعه، يعني نص طن اوكي مش هقول لا. انت عارف بيتم انتاج قدام يبقى طن يعني عادي. انا اوريدي باقيه واحده والمنجم بينتج 250 الف اقيه في السنه، اقيه واحده بس. لا انا طماع نخمس فيها. على اي حال ده فخر مصر ومجهود جبار واستثمارات اكتر من مليار و700 مليون دولار، ثروه قوميه في الصحراء الشرقيه في قلب البحر الاحمر، في قلب صحراء البحر الاحمر وبسواعد وانتاج بلا مصر. شك طبعا.